واحد حقيقه والله الا متعه ملي كتكون كتلعب ضد فرقه فعلا كتلعب كره وماشي من باب الصدفه ولا من باب يعني كما تنقولوا الحظ باش الفريق واصل في يوسف برشيد غادي في نتائج ايجابيه ومحتل هذه المرتبه اللي انا يستاهلها عن جد راه واستحقاق. المباراه كنا نخسروها ولكن الحمد لله انا كنثني على اللاعبين لانه حتى التعادل ضد فريق كبير بحال يوسف برشيد واخا هو بقات فينا حسره ولكن تعد بالنسبه لنا ايجابيه.